ريكورد ستارت. اوكي سلام سلام دولو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الان نحن من مجموعه في ماده الحديث الفقهيه. موضوعنا اليوم الهديه. اولا نتعرف بعضنا بعض. اسمي نصيف احمد. اسمي محمد بن دواد. اسمي فوزي رمضان. اسمي منصور مانسوكي. اوكي جزاكم الله خيرا. سنرى ما هي الهديه، ما ثم سنتناول بعض المسائل. اولا الحديث الاول، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحادوا تحابوا، بمعنى إذا نحن نتناول الهدايا مع الأصدقاء والإخوة وغيرنا فتكثر المحبة الرحمة بيننا. التخريج رواه البخاري في أدب المفرد وأبو يعلى بإسناده حسن، وأخرجه بيهقي وغيره، وفي كل رواته مقال، وحسن إسناده ابن حجر وكأنه لشواهده. الحديث الثاني، عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. التخريج، ثم التخريج رواه البزار بإسناده ضعيف، لأن في روته من ضعيف، وله طريق كلها لا تخلو من مقال. وفي بعض الفاظه تذهب وحراس صدري. ثم المفردات، الأول السخيمة. السخيمة بضم السين وفتحها، يعني المقصود الحقد أو غضب. الثاني وحر صدر الحقد أيضا. المسائل، ثم المسائل هذه الأحاديث وإن لم تخلوا عن مقال فإن هدية في القلوب موقعاً لا يخفى. خلاص. وأما الثالث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا نشت. هذا بمعنى لا تحتقر لكل شيء الذي شيئا يعطي الهدية إليك، لأن هناك قال يعني لا تحتقر من دونك فلكل شيء مزية، حتى ولو كان صغير وأيضا مثقال ذرة، هذا لا تحتقر عليها فإنها الهدية، هذا خير لك. وتخريج متفق عليه. المفردات، نساء المسلمات أشهر النسبة، يعني النساء، على أنه منادي مضاف إلى المسلمات من إضافة الصفة، يعني بالصفة هنا. والفرسين هو من البعير بمنزلته حافر من الداء، جاء
دابة هذا. وربما استعير للشاة. هذا هو. ثم أخيرا المسائل من هذه الحديث نحن نفهم أن الأولى في الحديث حذف تقدير لا تحقرن جارة لجارتها هدية ولو فرس نشاة. الثاني المراد من ذكر الفرسان المبالغة من في الحسي على جار لجارها لا حقيقة الفرسنة لأنه لم تجري العادة بإهدائها. معناه لو أي أحد منكم أهداكم أي شيء ما في قيمة لها لكن لا تحقرنه لأن هذا ما استطاعه أنت تقبل أيما أهداكم. ثم الثالث يحتمل أن يكون نهي في الحديث أول للمهدي هو اسم فاعل وهذا هو ظاهر النهي في الحديث عن استقرار ما يهديه بحيث يؤدي إلى ترك الإهداء. الثاني ويحتمل أن النهي للمهدى إليه والمراد لا يحقرن ما أهدي إليه ولو كان حقيرا ولو كان بسيطا ولو كان ما في قيمة لها. الثالث ويحتمل إرادة الجميع أي المهدي والمهدى إليه. رابعا المسائل الرابعة نفهم فيها من هذه الحديث أن في الحديث الحث على التهدي سيما بين الجارين ولو بالشيء الحقير لما فيه من جلب المحبة والتأنيس. التهدي تؤد إلينا والدين يقود إلينا إلى المحبة والتأنيس والأخوة والرحمة. إذن يحث هذا الحديث أو تحث هذه الأحاديث على المحبة والرحمة والتأنيس بطرق الهدية والتحدي والإهداء. هذا فقط منا نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.